السلام عليكم، يا رب تكونوا كلكم بخير. جسمنا فيه تريليونات من البكتيريا، بعضها أو معظمها نافع، بعضها ضار، وبعضها مؤذي جدا. اليوم هتكلم عن البروبيوتيك أو البكتيريا النافعة. بنتسأل كتير جدا، إيه رأيك يا دكتور في البكتيريا النافعة؟ وهل فعلا بتفيد؟ البكتيريا منتشرة في جسمنا كله، والبروبيوتيك منتشرة في منطقة الجهاز الهضمي، وتحديدا في منطقة القولون اللي هو آخر منطقة في الجهاز الهضمي. أنواع كتيرة جدا من البكتيريا والفيروسات والفطريات، وبعضها مشهور وبعضها غير مشهور، يمكن أهمها اللاكتوباسيلس والبيفيدو. دول أكتر نوعين من البكتيريا. دول بيكونوا شركة، أو لدرجة إن في بعض الدراسات بتسميهم العضو المجهول، لأن بيعملوا حاجات كتيرة جدا قلنا مفيدة جدا في جسم الإنسان. صحيح في دراسات عليهم لسه ما اكتملتش 100%، إنما في دراسات كتير أثبتت فوائدهم الحقيقة في جسم الإنسان. البكتيريا النافعة أو البروبيوتكس اللي قلنا من أهمها بكتيريا اللاكتوباسيلس، موجودة في القولون بكثافة، والمفروض انها تكون تكافلية او نافعة في معظم الاوقات. فوائدها كتيرة جدا، هقول لكم اهمها النهاردة او اللي اكتشف اهميتها فيه. مهمة جدا في صحة الجهاز الهضمي، وبتعالج البكتيريا او الاسهال اللي بيجي عن استخدام المضادات الحيوية لفترات طويلة، سواء للجهاز الهضمي او غير الجهاز الهضمي. بتعالج القولون العصبي بانتفاخاته وغازاته، بتحسن الحالة النفسية لأن في لينك كبير ما بين الجهاز الهضمي والجهاز العصبي، بتنزل الوزن، بتقلل الكوليسترول، بتقلل الضغط، بتقلل الاكتئاب، بتحسن صحة الجلد، بتقلل فرصة سرطان القولون، بتقلل الزهايمر أو مرض الزهايمر، بتقلل علامات السن المتقدم. دي على السريع كده حاجات مهمة جدا بالنسبة لفوائد البروبيوتيك أو البكتيريا النافعة. أشهر حاجة فيها في الغذاء اللي هو الزبادي أو الحاجات اللي بتتعمل عن طريق تخمير البكتيريا، ولكن شركات كتير جدا بتنزلها وبتحدد نوع البكتيريا النافعة من وسط آلاف الأنواع. البكتيريا النافعة ممكن تتاخد، بس ما تتوقعوش يا جماعة نتائج سريعة إذا كنتوا هتاخدوا بكتيريا نافعة في القولون العصبي أو في مشاكل الهضم أو الغذاء. الأهم من إن احنا ناخدها إن احنا نحافظ على صحة الجهاز الهضمي عن طريق الإكثار من الألياف الطبيعية والمواد سهلة وسريعة الهضم، زي ما قلنا الألياف والفواكه والخضروات والمواد البسيطة. حاولوا بقدر الإمكان تحسنوها قبل ما تلجأوا لاستخدام البكتيريا النافعة. وعلى فكرة في شركات منزلة البكتيريا النافعة اللي هي البروبيوتيك مع المواد الصحية اللي هي الألياف اللي احنا بنسميها البريبيوتيك، فديت بتدي كفاءة أفضل. النصايح ان انتوا ما تنتظروش نتائج سريعة، وممكن في خلال 8 أسابيع تبدأ نتائج البكتيريا النافعة على الجهاز الهضمي. البكتيريا النافعة موجودة في صورة حبوب أو كبسولات، عادة بتتاخد مرة واحدة في اليوم أو مرتين على حسب الكثافة ونوع البكتيريا المستخدم فيها. مهم جدا إن أنا كنت أتكلم النهاردة عن البكتيريا النافعة وأهميتها المهمة في تنشيط المناعة وتحسين المناعة في جسم الإنسان، وأتمنى إن كلنا يكون جهازنا الهضمي صحي. ولكن دايما بقول النصيحة الدائمة، رياضة ودايت وخضروات وألياف وفواكه كتير أحسن من أي أدوية. نصيحة أخيرة، بلاش تستخدم حبوب أو كبسولات البكتيريا النافعة في حالة لو كان عندك أمراض نقص المناعة زي الإيدز أو الـ HIV لا قدر الله. ابتدينا، ودي معلومة للناس، ابتدينا نعمل استشارات أونلاين للقناة عن طريق تطبيق دوكس DOXX. بتدخل على التطبيق وبتحدد الميعاد اللي انت عاوزه، وبإذن الله لو في اي استشارات بنتقابل عن طريق التطبيق. واشوفكم دايما على خير، واتمنى لكم الصحة والسعادة
سلام عليكم.